والدنيا احلى بوجودك معايا معايا اللي رايحة على البيت. مرحبا، انا فول كوستانتينيان، معكم بالموسم الثالث من حلوة رمضان، وانا فرحان كثير ورح اسهر كل الليل امها كارول سماحة. طيب ليش حسيتك كثير جدي اليوم ورسمي؟ على الجاكيت. معقول نبلش حلقتنا بلا ما ضيفك قهوة وتمرة؟ شفت انك ملبك. انا ملبك ليه؟ عم بعطيك قهوة ما بعرف بهيل ولا بلا هيل هيدي؟ اكيد بهيل. هيك ناخذ انرجي تمرة. تمرة. بتعرفي شو بدنا نعمل اليوم؟ بالالترا اتش دي كونسيلرز الجداد يلي نزلوا بالسوق، هن 22 شيدز، يعني في عندك الفاتح فاتح للغامق، والاستعمال الاحلى انه نعمل فيه كونتورينج. بدنا نستعمل كمان للعيون الارتست كولر بنسل، ومش بس الاقلام رح يفيدونا لنعمل العيون، هالمره رح استعمل السكالبتنج والهايلايتنج والبلاشر از اي شادوز. حلوه التكنيك. بهالطريقه رح نعمل مكياجك ونعلم المشاهدين اللي عم يحضرونا على اليوتيوب على ميك اب فور ايفر ميدل ايست انه كيف بيعملوا ابلكيشن لكل هول البرودكتس وينبسطوا ويتسلوا معنا. اول شيء رح استعين بالالترا اتش دي كونسيلر. اوكي. قلنا نقيت انا 3 شيدز اللي هن 31 وال22 والغامق رح استعمله 53. انت عندك مرايه فيك تحوريها وتشاوريها كل الوقت وتشوفي حالك عليها وتطل بقد ما بدك قصص، وانا هون لبيلك اياها. مرايتي يا مرايتي، اذا انا احلى وانا في نص السحره. هذا الفاتح بدنا نحطهم بالتيزون، يعني مطرح ما منلاقي في عنا جوار قصص غامقه بدنا نضويهم. كوركشن. اوكي. بنضوي الوجه فينا نعمل بهالطريقه زيح لفوق تنعطي الامبريشن انه نحن شقلنا الشفه، وبنص المنخار ونص الجبين. اكيد ما بننسى نشتغل دائما الميلتين بنفس الوقت، رح نعملها بلاندينج بنص الجبين. زاويه العين دائما لازم نضويها، هذا الشح الشيء الوحيد اللي بعرفه حافظته يعني. هلا فيك تستعين حتى باصابعك ما في مشكل. هيك بكون ضويت. رح ارجع حط الهايلايتر اللي هو اغمق شوي على راس الخدود وعلى طرف العين. هيدا هو زيته؟ لا هيدا أغمق. اغمق شوي، كاني عم بعمل كونسيلر هون. هلا عم بخفي الغامق تحت العين وعم ضوي الخد من فوق. هون حبيت كمان نزيد شوي لان حسيته فاتح. كيف هالمرايه معك؟ شو عم بتقولي لها الايام؟ راضي عن حالي هلا بتعرف. بس انت قديش كم مره بصير تقول لي كارول قديش صار لك مش عامله بوتوكس؟ ببكي بس هلا صار لي فتره وما بتعمل. لا لانه بخاف انه بحب اوقات يضل في قصص تعابير ناتشرال، خاصه اذا عم تمثل. طبعا اذا عندي شي كليب او عندي قصه اذا شلتهم بالمره ما بقعد في اكسبرشن ابدا، بلاطه بصير الوجه. هلا في ناس ممكن يفكروك مزيفه بالقدام. لا بعمل لا قدام الكاميرا بس. كارول هاي حقيقتها. شو هي حقيقتها؟ بدي اعرف مثل ما انت. هذا الغامق. هذا الغامق وين منغمق؟ على حنك. الحناك اللي هلا تتذكر من زمان قد كان عندي عقده بحناكي؟ بطل عندك؟ لا عن جد من زمان. هلا في قلة المرايه، اول ما تخرجت من الجامعه في عندي استاذي علمنا سيناريو يقول لي كارول انت عن جد حدا يعني موهوب بالتمثيل بس عندك مشكله. قلت له انا شو مشكلتي؟ يقول لي حناكك كثير عراض. هلا هو عم بيعمل منيح معي بس انا بوقت عمل لي عقده نفسيه، عرفت انه ليش عم بيقول لي؟ انا كنت شايفتهم كثير اوريجينال، فرحت بلشت اسال انه شو بيعملوا ممكن واحد يضاعف حنكه وهيك. قالوا لي كلهم، رحت عند حكيم تجميل قال لي اوعى تضاريهم، هي عمليه طويله عريضه وتكسير عظم بوقتها ما كان في البوتوكس وهيك. هلا صار العكس، هلا صاروا عم بكبروا حنكهم. صح، انا بتيتي هلا كثير درج مشان هيك بعرضوا حنكهم. يعني صرت هلا انا على مود؟ على مود. حنكي على مود 100%. بس انا بنعمها شوي كرمال البروبورشن تبع الوجه، مشان هيك حطيت الغامق داير من دار على الحنك وعلى الخد من تحت لاعطيها كسره الخد. حلو. بس غريب تعرف لما بتشوف اللون هالقد غامق تقول انه ايش انه واحد هالقد يحطه على وجهي بنقز. في شغله كثير مهمه فيك تعمليها، انت عم تعملي بلاندينج السبونج تكون رطبه بليها مي. ليه؟ فساعتها ما بتشرب كثير البرودكت وبنفس الوقت بيندمجوا ببعضهم اكثر، بهالطريقه بتكوني خففتي واعطيتي النتيجه اللي بدك اياها. حلو. مريتي يا مريتي، شو رايك بشغل بول؟ هترد؟ راضي عليك. راضي؟ لحد هلا، بعد ما خلصنا هلا لنشوف. نفس الطريقه. دائما داير الوجه منغمق اكثر من كل الوجه، احلى خاصه للتصوير. والخد الخد
وفي شغله كثير مهمه، كل شيء بدك تظهريه لبرا بتفتحي، كل شيء بدك تضبيه بالغامق بتغمق. هون بين دوبل مونتون او شيء، بتحط كمان نفس الكوركشن الغامق؟ اكيد الغامق اغمى، بس الرقبه ككل من هون بنزل فيها بالباودر. بعد البلندنج شو بنعمل؟ بنثبت. فيك تستعمل السبراي اذا بدك تتركيها دوبي، وفيك اللوس باودر، نحن رح نستعمل اللوس باودر، بس أوكي. انت كمان فيك اذا بنهاراتك بدك تحطي ميك اب ما بدك تثبتيها بباودر وتسمكيها، مستند فيكس هو الحل. 2 بـ1 يعني. هون عم بستعمل البراش 128، هيدا سلس على الوجه، لوس باودر بيرفكت الابلكيشن فيها. قد ايه ناعم؟ حبيت التكستشر تبعها. امل خلي عندك امل، حاجي زهق وملل، بنضلك مشغول خلص، مش عم تسرق خلص، ما في شي حرزك، تعال انسى همومك، تعال غني نفرح سوا، عيش ايامك بدنا نشتغل ولا نتسلى. هلا رح بلش بالكومباكت باودر، هيك كرمال وحد الامور اكثر واكثر. عم بستعين بالريشه رقم 106 ودائما من برا لجوا تحت العين. عم برجع ضوي التي زون بالكومباكت باودر، شويه بلاشر على الحدود، على الخدود. حدود. طب انت بتحط حدود للي بياكل من صحنك؟ ما حدا يقرب لي على صحنك اللي مثل بدك، انت بتعرف ما حدا يقرب لي على صحنك وما حدا يقرب على مكياجاتي. ايه يا. ايه شو بتعمل؟ ممكن تقتل قتيل. عم بخلط انا بين البينك والبيتش. بدك هايلايت على الخدود؟ اضحكي. رح نبلش بالعيون. يلا. رح حط تحت الحاجب لمعة بسيطة. عم حط على جفن المتحرك اللون الذهبي مع البرونز شوي. بالريشة 243. بتعرف لما بدنا نعطي حدية أكثر للون الفاتح منجيب ريشة أصغر. هلا عم باخد أنا، أخدت 228 228 كرمال وزع الذهبي هون على جفن المتحرك. هلا صار وقت الارتست كولر بنسل. رح استعمل 906 906 مع 718. رح نستعملهم تحت العين. كيف بتحطوا؟ تحت العين. طبعا جديد هذا اللون بنفسجي. جديد كثير. انه فكرته تنحط هيك لان بتضوي لك حاجه العين. دغري بكعب الرموش. سو رح جيب الأسود 100. حلو هاللون تعرف؟ كتير طلع الكومبينيشن حلو بين هول الأقلام كلهم. رح جيب الريشة المشطوبة اللي رقمها 172 وكمان البلندينج 218. هولي رح يعملوا لي الألوان كلها. في عزبك تمسكينها؟ كمان عم بخلط لونين ولا بلاشرز انتبهي ولا مش عايش هذا. اوكي. وزاويه العين رح خمقها بالبنفسجي. هذا بنفسجي. دغري على الكريز. انا هلا بعرف وين سرحت. حذرت. انا حذرت وين سرحت. انا عم تبتسم هالبسمه البريئه. بمين؟ هلا حياتي اشتقت لها كثير. ضلني اشتاق لها بتعرف؟ مع اني بعدني جاي من البيت وهلا كنت معها، ضلني اشتاق لها. شو صعب، شو صعب انك عن جد تشتغل خاصة بالمجال تبعنا بالدومين ويكون عندك كمان عائلة منا هينة بتعرف؟ طبعا شغلة صعبة. ضل تحس حالك هيك بقلت او عقدة ذنب انه انت بتسافر بتشتغل وبتروح وبتجي، بس نفس الوقت بعودها من هي صغيرة عودتها انه انا بسافر اوقات يومين عندي شغل وبيجي لعندي انه بدي اشتغل. بتعرف هذا الحكي انه ماما وبابا لازم يشتغلوا ويطلعوا مصاري لحتى يجيبوا لك ويشتروا لك ويعملوا لك. هلا رح نحط اطراف لون بني غامق خلطته مع شوية اسود تعمل سحبة العين. انا خلصت العيون. واو شو؟ تعليقاتكم مهمة، كيف شفتوا المكياج؟ حلو.
ركبنا الرموش، حطينا الايلاينر، صار وقت الخدود والبلاش. بعد؟ يس. بدي زيد الشمر اللي هو الهايلايت على الخدود. شو حلو. بدي لعبك لعبة أنا اليوم. هلا بعد كل هال يس لعبة الكروتة. وين بتلاقي حالك أكثر؟ بشو؟ The art of giving, the power of forgiveness. إنه نحن هلا برمضان بعتقد رح أحكي عن the art of giving. The art of giving. تعرف هلا كوني صرت أم عم بلاحظ شغلة يعني من مراقبتي للولاد ولأهلهم، قديش مهم إنه الأهل يعطوا نوعية وقت مش عدد وقت مع أولادهم. يعني مش مهم يمكن أقعد أنا 12 ساعة بالبيت مع بنتي وحامل التليفون هيك إنه يليكوا أنا ياي أنا كتير أم منيحة قاعدة مع بنتي. النوعية الوقت الكواليتي تايم اللي بيتقضى مع الولد هو هذا بيبقى بذكرته، وهيدا اللي بيخلق البوندينج والتعلق الحقيقي بين الولد وامه. اذا بنشوف بهذا الجيل الجديد كثير بلاحظ ولاد بردين، يعني بردين مع اهلهم، بردين بعلاقاتهم الاجتماعيه، كله يا اما على البلاي ستيشن يا اما على الجيمز يا اما على التليفونات، لانه عم بيقلدوا اهلهم كمان كيف قاعدين على التليفون. كل دقيقه بعدها مع بنتي بحس انه بدي اعلمها شيء، بدي اخبرها قصه، بترجع هي بدها ترجع تعيد القصه تخبرني اياها، بدي ما هي اساس التربيه عند الولد الام، والام خلقت لتعطي من قلبها بتعطي بالنهايه. وانت بعرف مش نتكل مش نعتمد على النانيز، عرفت انه النانيز هي كل شيء بيصير الولد. اذا سافرت الناني مثلا راحت فاكيشن عند عائلتها بينهار الطفل وبيبكي، انا اذا راحت عادي طالب بالنسبه لها انه متعلقه بامها. لا انا طالب بتقلها انت حتروحي اجازه امتى للناني؟ باي باي يلا روحي. طالب بين المصري وبين اللبناني وانا بحكيها فرنش كمان، فانت مش رايحه اجازه يلا باي باي بدها تقعد معي، انا ما بدها تقعد مع الناني. كارولا عن جد مش انه عم بحكي عنك قدام الكاميرا بس بشهد انه ام صالحة بتعطي الهم بنتها اكثر الوقت، وكل الوقت مش اكثر الوقت، كل الوقت تفكيرها دائما مع بنتها. حياتك كلها معلقه بطالة، وطالة اكيد بكره بس تكبر رح تقول كارول سماحه اللي بتعرفوها هاي امي، لان رح تفتخر فيك لان قد ايه بتعطيها من وقتك كل الوقت حتى هي وعم تشتغل. يعني انا بتمنى انه دائما حتى يعني باي عمر كون بكون بنتي فخوره فيي. فخورة فيه كمان وبالاشياء اللي اعطيتها اياها، هيدا اهم شيء. فرجعنا على الميك اب، انا مبسوطه كثير بالميك اب. بعد عنا الحمرة نيوت. الحمرة الجديدة تبع النيوت كريم. هيدي اللي قلت لي منا جلوسي ومنا مات. منا جلوسي منا مات، بنفس الوقت بترطب وكثير حلوة. رح بلش بالبينك. خاصة انا عندي مشكلة شفافة انه قد ما بطلع طيارات بضلهم نمبر 2 رح وزعها، وانت ما بتحب الكونتور. ورح امزجها بالنمبر 1 لطفيها شوي، بقى جاي اكثر بيج، بس انا بدي التو بيجمنت عم بخلط. دائما الحلو بالمكياج فينا دائما نخلط. كارول انا خلصت. فيك تطلع بمرايتك نحكي جديا شو عم شوف الحقيقه. لا انه بالرغم انه عامله ميك اب مش حاسه انه حاطه ماسك ومغطيه شيء، حاسه هيك كثير فريش و مبينة على طبيعتي برغم الميك اب المعمول. ويل دان ميك اب فوريفر. حلو كثير، عجبني الشغل كثير. ايه ثانك يو ثانك يو مريتي، بحبك. شخصية تاريخية لعبتها على المسرح وبالنسبة إلي كانت أهم وأصعب شخصية أديتها، مين هي هالشخصية وشو اسمها؟ إذا عرفتوا الجواب سبسكرايب للميك اب فوريفر ميدل إيست على اليوتيوب وتكتبوا الجواب تحت الفيديو. وإذا بدكم تعرفوا إذا كنتم من الرابحين الخمسة اللي رح يفوزوا معنا كل الأغراض اللي استعملتهم اليوم بقيمة 1500 درهم، لازم تكونوا عاملين فولو للميك اب فوريفر MEA على الإنستغرام، وفولو لكارول سماحة، وفولو لإلي بور كوستانتينيا. ورمضان شو؟ رمضان كريم.